الخلية الكهروكيميائية أو الخلايا الكهروكيميائية هي عبارة عن خلايا تتكون من قطبين، قطب موجب واللي هو الأنود والقطب السالب اللي هو الكاثود، كلاهما مغمورين في محلول إلكتروليتي. تشترك مكوناته في تفاعلات أكسدة واختزال التي تجري على سطوح القطبين. وهذا الفصل عندنا نوع من الخلايا الكهروكيميائية، خلايا كلفانية فولتائية وخلايا إلكتروليتية، خلية تحليل كهربائي وخلية طلاء كهربائي. الخلية الكلفانية أو الفولتاية نسبة إلى عالمان إيطاليان اكتشفوها اللي هو ليوجي كلفاني وأليساندرو فولتا. هاي الخلايا تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، شلون؟ من خلال تفاعل كيميائي يجري تلقائيا لتوليد تيار كهربائي. وتطبيق عليها خلية دانيال وأنواعها هي أو استعمالاتها في البطاريات النظائر. شلون؟ ممكن إنه أنا عندي لوح من الخرصين ZN، هذا لوح من الخرصين مغمور في محلول كبريتات النحاس يعني CuSO4. هذه عند غمر اللوح من الخرصين، هذا السؤال يجي يقول أوصف ماذا يحدث في خلية الكلفانية. تقول عند غمر اللوح من الخرصين في محلول كبريتات النحاس اللي هي CuSO4، فسوف يبدأ بالتآكل والاضمحلال. هذا راح يبدأ بالتآكل والاضمحلال، راح نلاحظ زيادة في مو يبدأ بالتأكل، راح تخرج أيونات الخرصين ZN موجب 2، ZN موجب 2، راح يلاحظ زيادة في تركيز أيونات الخرصين. وبنفس الوقت راح يحدث تفاعل تلقائي، راح يحدث تفاعل تلقائي، راح تبدأ طبقة إسفنجية بنية اللون بإكساء الخرصين واللي هو عنصر النحاس، وهذا قسم من النحاس، أيونات النحاس راح تترسب إلى قاع المحلول. المحلول لونه أزرق، راح يؤدي هذا إلى اختفاء اللون الأزرق للنتيجة لنقصان تراكيز أيونات النحاس في المحلول. إذا يقول عند غمر لوح من الخرصين، عند غمر لوح من الخرصين في محلول كبريتات النحاس CuSO4 نجد زياد أو نجد يبدأ اللوح بالتآكل والاضمحلال وزيادة من تراكيز أيونات الخرصين، وتبدأ طبقة إسفنجية بنية اللون بالتكون حول الخرصين واللي هي النحاس. قسم منها يترسب وتعمل على اضمحلال اللون الأزرق. ذا ليش؟ لأن بسبب نقصان في تركيز أيونات النحاس، نقصان بتركيز أيونات النحاس. وهاي المعادلات توضح لي شو ممكن يحدث التفاعل. زد ان اللي هو الخرصين، كبريتات النحاس راح انه الخرصين يزيد تركيزه بهاي الطريقة ويبقى سيو. المعادلة العامة زد ان زائد سيو موجب 2، لاحظ انه زد ان يعاني تأكسد والنحاس يعاني اختزال. فالخلية الكلفانية أو الفولتائية هي الخلية التي تتحول فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية من خلال تفاعل يجري تلقائي توليد تيار كهربائي، اكتشفها العالم ليوجي كلفاني كذلك أليساندرو فولتا. هذه الخلية آلية العمل مالتها أو وصف ماذا يحدث فيها، أنه عند غمر اللوح من الخرصين في محلول كبريتات النحاس فإن ذلك سيؤدي إلى اضمحلال أو تآكل هذا اللوح وزيادة من تركيز أيونات الخرصين، وبالتالي هناك طبقة إسفنجية بنية اللون تبدأ بإكساء الخرصين واللي هو عنصر النحاس. قسم منها حتترسب إلى قاع المحلول وتؤدي إلى اضمحلال أو اختفاء اللون الأزرق دلالة على نقصان تركيز أيونات النحاس. أشهر الأنواع على الخلية الكلفانية هي خلية دانيال. خلية دانيال تتكون من قطبين، الخرصين والنحاس مغمورين في محلول أيونات أيوناتهما يعني محلول
كبريتات الخرصين وأيضا كبريتات النحاس. فيقول أنه مبدأ العمل هالخلية أنه أكسدة الخرصين واختزال النحاس. الأقطاب النحاس والخرصين سموه قطب العنصر. تعريف مهم: هو ذلك العنصر، قد يكون نحاس أو خرصين، مغمور في محلول آيوناته أو في حالة تماس مع محلول آخر يحتوي على آيونات ذلك العنصر. واضح؟ فإذا هو قطب العنصر هذا أو هذا، هو ذلك العنصر المغمور في محلول آيوناته أو في حالة تماس مع محلول يحتوي على آيونات ذلك العنصر. القطب الموجب الأنود تجري عنده عملية التأكسد، واللي هو قطب الخرصين، هذا أنود، أنود واللي هو موجب. بينما قطب الكاثود اللي هو النحاس القطب السالب تجري عنده عملية الاختزال. فالإلكترونات راح تنتقل تتحول إليه من الأنود، تتحول إلى الكاثود، راح تتفاعل أيونات النحاس في المحلول، راح تتفاعل عم تنتج ذرات النحاس، وبالتالي راح تترسب هذه ذرات النحاس هنا على سطح الأقطاب أو على سطح القطب السالب ذرات النحاس. يقول إذا أنا ما فصلت هاي المحلولين ما راح أحصل على تيار كهربائي، فبالتالي لازم أفصل هاي المحلولين عن طريق أنبوب خارجي يدعى بي أو زجاجي بالجسر الملحي. هذا رسمته أنا، هو جسر ملحي، هذا رسمته سلك خارجي لتنتقل فيه الإلكترونات، بس اللي راح أرسمه هنا هو عبارة عن جسر ملحي لغرض عبور الأيونات. فإذا الجسر الملحي، صار عندي مصطلح ثاني، هو عبارة عن أنبوبة زجاجية على شكل حرف U مقلوب تحتوي على محلول إلكتروليتي خامل، يعني ما يتأثر كيميائيا بعملية الاختزال والتأكسد. زين، يثبت هذا الجسر داخل الأنبوبة بمادة الأجار، والأجار هي مادة صمغية ممكن أحصل عليها بالطبيعة لها استخدامات، حيث أنها تصبح سائلة في درجة تسخينها وصلبة في درجة حرارة الغرفة. المركبات المستخدمة في الجسر الملحي هي K2SO4 وKNO3 وKCl. فإذا الأجار والجسر الملحي والقطب العنصر تعاريف مهمة جدا. متى ينتهي تفاعل عمل الخلية؟ مطينا بالكتاب أسطر مهمة. ينتهي التفاعل طالما لم تستهلك قطعة الخرصين بشكل تام أو تنفذ تركيز أيونات البول النحاس، وتنتقل الإلكترونات من القطب الخرصين الموجب إلى القطب الخرصين الموجب عبر السلك إلى النحاس، نتيجة لتحول ذرات النحاس إلى أيونات موجبة اللي هي زلت الموجب 2. إذن لم ينتهي التفاعل طالما لم تستهلك قطعة الخرصين بشكل تام ولم ينفذ تركيز أيونات النحاس، وتنتقل الإلكترونات من القطب الخرصين الموجب الذي ذرات الخرصين عبر السلك الخارجي، نتيجة لتحول ذرات الخرصين إلى أيونات موجبة اللي هي زيت الموجب 2، تدخل إلى قطب النحاس وتعمل على اختزال أيوناته. عندي SO4 سالب 2 وعندي الكي موجب، هذا اللي هو K2SO4. فيقول إنه SO4 سالب 2 اللي بقيت في المحلول تنتقل عبر جسر ملحي إلى محلول كبريتات الخرصين. ليش؟ نتيجة للزيادة الحاصلة في عدد الشحنات الموجب المحلول، وهو تركيز أيونات الخرصين راح تنتقل إليه. زين، بينما الكي موجب من جسر ملحي ينتقل إلى أيونات النحاس، فالسالب للموجب والموجب للسالب بهذه الطريقة. فإذا الجسر الملحي يعمل على حركة انتقال أيونات، بينما السلك الخارجي الموصل يعمل على حركة انتقال الإلكترونات. المثال هذا شو يقول؟ يقول إذا علمت أن التفاعل التالي يحدث بالصورة تلقائية في الخلية الكلفانية الموضحة في الشكل الأدنى، يريد مني أكتب تفاعل نصفي الخلية بهذه الطريقة. إحنا نعرف أنه دائما من التفاعل واللي هو مبدأ عمل الخلية الدانيال أكسدة الخرصين النحاس، وكذلك أكسدة الخرصين واختزال النحاس. هنا أنا مطيني أي جي موجب. إحنا نعرف أنه النحاس يحصل عنده عملية اختزال، هو اللي شنو هو مطين الرسم. ألاحظ أن الإلكترونات منبعثة من القطب الموجب نحو القطب السالب، أي القطب الموجب تحصل عنده عملية تأكسد، فإذا النحاس يتأكسد والفضة يختزل. فمن خلال الرسم عرفنا، وبالتالي الإلكترونات تنتقل عبر هذا الشكل.
الخلية الكلفانية خلصت والخلية الدانيال، تبقى هسة فقط مسائل عندي. إذا خلصنا الخلية الكلفانية وعرفنا شنو هي، وأيضا الخلايا دانيال ودانيال وعرفنا عليها بعض الأسئلة والتعاريف والأسطر المهمة لهنا.